السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدنا نتكلموا على فوزي لقجع، يعني والمستوى اللي نقولوا باللي واش مد يعني لبلاده، يعني واش مد لبلاده. كي نتكلموا كيما هكا لازم لهنا هذو لازم يديروا كسا ولا يديروا الحايك ويروحوا يدخلوا لديارهم. لازم هذو هنايا اللي راهم في المنظومه الرياضيه باش نبينوا لكم باللي نتوما ما خدمتوا والو من 2017 روح ما خدمتوا والو في الست وكل شيء. قلعوا كاس افريقيا باش نبينوا لكم باللي كاس افريقيا ما جابهاش مسؤول ولا جابها مدرب ولا جابتها السلطه الجزائريه للشعب الجزائري وقت ظروف يعني الموقع يعني بزاف صوالح متالي كاع نوخروا على جهه. خلينا من الاخضر بالريش خاطر من بعد الاخضر بالريش نزيد نرد عليك سي الاخضر بالريش نزيد نرد عليك خاطر علاه اسبانيا لقجع دار كواليس اسبانيا باش ربحها في لي بيناتي ولا بالله ولا ميبو يتيرو يوقف لهم يدير لهم هكا هيا ضيعوها. بورتغال فانيك دار لهم الكواليس مي بغي يتيرو يجي قدامهم يعقلهم يطيحهم ينشحهم هيا يا لا بلجيك فانيك دار لهم الكواليس فانيك هاي. وين لقجع يتخلص من عقدته ويكمل عقدة انجازات المغربية، يعني وين يظهر يعني بان هذا الرجل في الطريق الصحيح. نتكلمو كيما نقولو راه في الطريق الصحيح وين اعطى يعني نقاط ايجابيه، اعطى ضخ دماء جديده يعني في التسيير الرياضي في التسيير الرياضي في المنظومه الرياضيه. وين ناس بالك غالطين يقولك بلي هو وزير، لا هو ليس بوزير، ماهوش وزير ماليه هو، لا هو مستشار برك. غتكون جا داخل صح وزير وكلش كون مقلعوه من الفيفا وقلعوه من الاتحاد الافريقي. هذه من التاليه نقولوها لكم، هذه لازم نهضروا ولا نهضروا لكم كيما هكا بطبيعة ما تقعدوش تغلطوا فينا ولا نغلطوا في الناس ولا هاك. شوف كيفاش حاجة اللي تضركم تخرجوا كاع تولوا تهضروا فيسبوك منا كلود دولوا ما هدرش كلود دولوا ما هدرش كلود دولوا خاطش علاه هذه راهي مساعدتكم. كلود دولوا ما هدرش بصح قضية كيما هذه باش تهضروا الحقيقة في تضروا هذا المنظومة الرياضية هنا في الجزائر اللي راهي صفر على الصفر. يا ودي الصفر الرقم مكاش صفر مكاش نتوما لا رقم مكان والو. على بالك بلي رانا حنا خارج مجال التغطية في لافريك في الرياضة. مانيش نهدر السياسة ماني نهدر شوف السياسة يخلوها لمواليها الفوق خاطر ما على باليش ما نعرفش كاين. أنا نهدرو على الرياضة. كي نهدرو على الرياضة يعني نقول لك بلي راك خارج مجال التغطية في الرياضة الجزائرية في لافريك. أنا خارج مجال التغطية. سمحوا لي كنت نهدر مع واحد. نعاودو نولو نتكلمو على فوزي لقجع، يعني وين يتخلص من عقدته ويكمل عقدة الانجازات. سمحوا لي نعاودو نولو نتكلمو على فوزي لقجع، يعني وين طلع البارام في بلاده، يعني شاهدنا كيفاش ملاعب، شاهدنا مستوى تاع البطولة، مستوى تاع المنتخبات، شاهدنا حتى المشاركات تاع النسائية في الألعاب الأولمبية في الألعاب، يعني في كل يعني مضرب موجودين. شوف هذا من اجل يعني هذا وين تبين باللي الانسان هذا خدام، تبين باللي هذا الانسان خدام وما نهربوش من الحقيقه. انا نتمنى ان شاء الله بربي نتمنى يجونا عود كيما هو خدامه. علاه ما كاش رجال الجزائر؟ كاين رجال الجزائر بصح خلهم يقدموا خلهم يخدموا. هاو انتوما واحد انتوما واحد انتوما دوحه دالي دوحه تحكم فيكم هذا غير غادي نهضروا. هاو غاشو قدامكم هايا لا وراي قدامكم هاو لا جايني بالريش انا بندير على بالريش. فاتت كوب ديموند فاتت الناس لعبت والبكامي هو جا قال لكم لم اهضم لا الفيفا غادي تلغي كوب ديموند ايا غادي كيلغو كوب ديموند ايا مشاكره يعاود لنا الماتش نربحو باش نعاودو كوب ديموند. انا نقول لكم ايا بركاونا الله يرحم شوابين خدمو دابا تخدمو راهي قدامكم الميدان. خاطش عليه داخلين عليا ها لقجع ديالنا لقجع عامل رحم شوابين لقجع بشعكم كاع والله العظيم. ونجح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم اخيرا في فك عقدة لزمته منذ قدومه للمنصب في 2013 بعد وصول منتخب تحت 23 عام الى الدور الالعاب الاولمبي.
وعبر المنتخب المغربي عقبة نظيره المالي أمس بركلات ترجيح يوم الأحد يوم السبت، يعني وين تأهل المنتخب المغربي بكل جدارة بأربع أهداف لثلاثة بعد تعادل هدفين لهدفين ليتأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام. إن شاء الله يكون أول فوز يعني كأس أمم إفريقيا، هو خاطر مع المنتخب يعني راه داي كأس إفريقيا مرتين محلي، واصل يعني في العهدة تاعو مرتين كأس العالم واحدة برومي تور واحدة دومي فينال، يعني أكبر إنجاز عربي إفريقي. وهذه هي وأكمل لقد عقدة نجاحات ببلوغ أولمبياد باريس بعدما وصل المنتخب المغربي الأول في عهده إلى كأس العالم مرتين 2018 في روسيا و 2022 في قطر، حيث حقق إنجاز غير مسبوق بالوصول للمركز يعني النصف النهائي مرتبة رابعة عالميا و 11 عالميا، وزيد فانيك تاع الإيديسات في النهائي، بينما بلغ المنتخب السيدات نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة وتأهلنا كأول منتخب عربي في تاريخه للنهائيات كأس العالم المقررة في استراليا الشهر هذا تبدأ لوفان. ويهمنا يعني منتخب وهيمنة المنتخب الصالات على البطولة العربية والإفريقية في السنوات الأخيرة إلى جانب الألعاب القارية والعربية التي حققتها أندية الوداد والرجاء والنهضة البركان. هذو هما الناس اللي خدموا خويا. تحية لهذا البطل والذي زرع يعني زرع نقولوا باللي الرعب في خصوم يعني في الخصوم في إفريقيا، وكذلك أنا نعتبره بطل خاطر علاه كي نقول لكم نعتبره بطل، أنتوما هنايا لازم تزغدوا خاطر ساعات من الواحد يقول لي شوبي فيتو إيفيتي على روحك، هدر على السينيغال ونقول لك السينيغال كونوا رجال كيما السينيغال، بصح أنا كي نقول لك القجع بالك هنا شوية تزغدوا بالك شوية. يعني المنتخب جيد وباش تجمع لاعبيه يعني وين في وقت ضيق ويلعبون بيناتهم أول مرة ويكون عندهم ديك الانسجام والتفاهم، فاللعب راهو يعني نقولوا راهو يعني بزاف عليهم. المنتخب مازال بين الأحسن ومازال يعطي الكثير للمغرب. هذه وين نقولوا باللي لقجع يعني وين إنسان اللي يبغي التحديات لقجع اللي قدم الكثير لبلاده وقدم الكثير لإفريقيا وأظهر إفريقيا يعني خاصة بعد وصوله للنصف النهائي. وين تحسب له شو الناس كي تكون عندك إدارة كبيرة، كي تكون عندك إدارة كبيرة الناس تهدر على الإدارة كما كان سيد الحاج محمد راورا، والناس تهدر على الإدارة خاطر عام خطأ. نقول لكم باش تكون أفضل لازم يكون عندك يكون يقول لك التسيير يكون أفضل من التدريب. كي يكون عندك التسيير التدريب كلشي سهل لك. على هذيك نقولوا لازم اليوم يعني حنا كجزائريين لازم نراجعوا نفوسنا، نعاودوا نولوا نقطة الصفر ونشوفوا الناس كيف تمشي ونمشوا خطوة بخطوة. هذه هي خاطر بعد الناس وين مشات على خطى نقولوا مشات على خطى، وهذه ماهيش عيب وهذه ماهيش إنقاص من السنغال ولا من المغرب ولا ناس كيفاش يعني وين داو من نقاط كاين نقاط إيجابية في الجزائر. يعني 2010 2014 المنتخب الوحيد العربي الذي تأهل لكأس العالم، ونقولوا باللي باش تأهلنا بقانون باهاماس ناس يعني عاودت ولات وشافت الجزائر كيفاش يتخدم كيفاش الناس يتخدم وعاودت قلعت. بصح حنا حبسنا الناس راحت، حنا كنا سابقين ضربك، حنا رانا خارج المجال السباق كاع ما راناش في السباق. ها وين الغلطة راهي يا سي محمد؟ عرفت شو الغلطة وين راهي؟ على ذيك لازم نعاودو نراجعو حساباتنا مليح 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 باش نقولو بلي رانا في الطريق، باش نهضرو ونقولو رانا في الطريق خاطر هاكا ما رناش هذه حقيقة نقولوها ولازم نستعو كيما يقولك لازم نعترفو بها. ما نبقاوش نكذبو على روحنا، ما بقاوش نعيشوا في الماضي. الماضي يبقى اللي يبقى يعني كيما نقولوا حنا التاريخ الجميل ديره في الكازي وخليه، حوس على المستقبل. هذه هي حوس كرة القدم، يقول لك الحاضر والمستقبل، هذه اللي نعرفها انايا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.